مرحب بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من واجه الصحافة، ولسه مع حضراتكم بنكمل سلسلة حلقات حصاد عام 2023 في القطاعات المختلفة في مصر. النهاردة هنتكلم عن حصاد قطاع النقل البحري في عام 2023، قطاع مهم وواعد، ومصر تمتلك الحقيقة إمكانيات كثيرة وهائلة في لسواحلها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة طبعا إلى أهم مجرى ملاحي في العالم كله قناة السويس. الدولة ليها رؤية لتطوير هذا القطاع، وطبعا في تحديات إقليمية ودولية كثيرة بتواجه هذا القطاع تحديدا. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بصحبة ضيوفنا الكرام، المهندس محمد شيرين النجار، استشاري دولي في النقل البحري ومستشار غرفة الملاحة الدولية في مصر. بنرحب بك يا باشمهندس. أيضا بيشرفنا الأستاذ دكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. بشرفنا يا دكتور. أهلا وسهلا سيادة. فاصل قصير مشاهدينا، وبعده نبدأ في الحوار مع ضيوفنا الكرام. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ حوارنا مع ضيوفنا. باشمهندس محمد، أبدأ بحضرتك عن تقييمك لقطاع النقل البحري في مصر وأهم فرصه الاقتصادية والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال. مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك بخير. الحقيقة التطور في أي جزء في النقل البحري مطلوب، أو في أي جزء في البلد عموما يعني مطلوب طبعا. إن شاء الله حتى نعمل سئالة صغيرة على شط، هي دي برضو بتبقى عبارة عن أصل من أصول الدولة في الآخر. صحيح. التطور في النقل البحري كان فيه شهد طفرة كبيرة في إنشاء أرصفة وإنشاء مواني جديدة وإنشاء خطوط ربط بين المواني. بس أنا ليا تعليق صغير على التطور. التطور مفيش كلام مش مرفوض، بالعكس التطور مطلوب ومرحب به في كل وقت. تمام. ولكن عايزين نتطور بصورة علمية وسريعة أكتر من اللي احنا بنعمله. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أي بلد بحجم مصر وبموقع مصر لازم يكون عندنا ماستر بلان. ماستر بلان يعني إيه؟ خطة كاملة، أعرف أنا عايز أعمل المينا دي في المنطقة دي ليه، والمينا دي هتخدم إيه. ليه بقى؟ لأن أنا لما بعمل مينا في الشمال عشان تخدم الجنوب، أنا بكلف أكتر في نقل البضاعة من الشمال للجنوب، بكلف أكتر في إرهاق البنية التحتية. إحنا عملنا شبكة طرق ممتازة، لو هنعمل لو المواني هتنقل مسافات طويلة هنرهق السكة الحديد وهنرهق الطرق. صحيح. وده اللي مش مطلوب. المطلوب إن إحنا نعمل زونينج للمواني، يعني لما يبقى تحديد للمنطقة للمساحة اللي موجودة فيها المينا إكس. المينا اكس دي مثلا نقول مثلا عشان يعني كمثال، لو عملنا مثلا زي مينا زي سفاجه. سفاجه تخدم الصعيد في الوارد والصادر في التجاره الخارجيه. مفيش داعي ان احنا نقول هنخلي سفاجه تبقى مينا يخدم اسكندريه او يخدم منطقه الدلتا، لان في مواني ثانيه ممكن تخدم منطقه الدلتا. فلابد يكون في تنسيق كامل بين المواني وبعضها، يكون في ماستر بلان. الماستر بلان ده مش مجرد احط المينا دي فين واربطها ازاي ولا تخدم ايه بس كمان، لا، الماستر بلان ده لابد يكون فيه قانون شامل يربط المواني كلها ببعضها، بحيث ان حضرتك النهارده لما هتيجي كراجل من خارج مصر جاي تشوف المواني المصريه، المواني المصريه دهيت انا داخل مثلا مينا زي بورتوفيق، وبعد كده هشيل من الادبيه، المينتين دولت كل واحده تابعة لهيئه، طب انا مالي كاجنبي، انا مالي، انا ليه انا داخل مصر. العمليه ده هي تشتيت تخصصات المواني، يعني مثلا في مواني تبع قطب بحريه، في مواني تبعه للهيئه الاقتصاديه، وفي مواني تبعه لوزاره النقل. مش مفيش تنسيق بينهم، مفيش قانون بيربطهم كلهم ببعض، مفيش تعريفه موحده بتربطهم كلهم ببعض. فده بيطفش اللي عايز يجي، يقول لك انا اجي على المجهول ليه. طيب خلينا نتكلم في النقطه دي تفصيلا لاحقا في الحلقه، لكن اخد رد الدكتور خالد ايضا على هذا السؤال ومقاومات مصر في قطاع النقل البحري. الحقيقه مصر زي ما تفضل زميل الفاضل المهندس شيرين ليها باع كبير جدا في النقل البحري. احنا لو بنتكلم على موقع مصر سواء كان على البحر المتوسط او على البحر الاحمر، في عدد من المواني يعني يعتبر عدد كافي ويمكن زاد زي ما حضرتك تفضلت في البداية،
يعني لو قارنا مثلا من 2014 عدد المواني 15 ميناء وصل إلى 18 ميناء. التطوير الحقيقة واخد أولوية من توجهات الدولة المصرية. نقل بحري علشان حضرتك تقدر تتكلم على ما تسمى التنافسية اللي تقدر تجذب بها المشغلين الكبار والخطوط الملاحية أو حتى تيسر على المستوردين أو المصدرين أو كل المتعاملين مع مجتمع الميناء. بياخد في المقام الأول هو ليس عدد المواني فقط ولكن أيضا ما داخل الميناء، فهنلاقي أن المنظومة التطوير الحقيقة شمل عدة جوانب، سواء كان من زيادة عدد المواني أو زيادة الأرصفة زي ما احنا تابعنا يمكن في السنوات الأخيرة زادت إلى من 37 إلى 67 كيلومتر أطوال إجمالي الأرصفة اللي موجودة، زيادة الكاباسيتي الساعة سواء كانت للمعدات سواء من حيث النوع أو من حيث العدد وحتى نوعية الأرصفة أو سواء التعميق، كلها بتصب في رفع تنافسية مصر في صناعة النقل البحري العالمي لجذب عدد أكبر وأحجام أكبر من السفن. ويمكن شايفين ده في أكثر من مكان داخل مصر تقدر تتعامل مع ما يقرب من 7 سفن في نفس الوقت من السفن العملاقة والكبيرة. ده طبعا بجانب اهتمام بالميكنة واهتمام بعدة جوانب كثيرة من العامل البشري، فده لو خدنا بصفة عامة الاطلاع على ما طرأ على النقل أو قطاع النقل البحري في مصر في السنوات الأخيرة. تمام، طيب هنروح لتفاصيل أكثر في هذا التقرير وبعده عودة من جديد لاستكمال هذا الحوار. تعمل الدولة المصرية على تطوير الموانئ البحرية وفقا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وبحيث يتم استغلال موقع مصر الاستراتيجية. يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 نحو 129 مليار جنيه، وقد شمل تطوير الموانئ البحرية المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومتر وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، ووصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلومتر. كما تضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كيلومتر، ويتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا. ويستهدف تطوير الموانئ البحرية المصرية استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويا. وقد تم إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضنا لكافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة لخدمة حركة التجارة العالمية وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقة، ومن ضمن هذه الأنشطة محطة تحيا مصر المتعددة الأغراض والتي يبلغ أطوال أرصفتها 2500 متر بعمق 17.5 مترا. وقد شهد ميناء شرق بورسعيد الانتهاء من إنشاء 5 كيلومتر أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، كما يتم استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة بورسعيد للميناء. ويعد ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر في مصر صديق للبيئة. وقد شهدت موانئ البحر الأحمر أعمال تطوير متعددة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، من أهمها تطوير ميناء سفاجة البحري بتكلفة 510 مليون جنيه، وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وجري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كيلومتر أرصفة جديدة وإضافة 5.3 كيلومتر مربع مناطق تجارية ولوجستية و 127 متر حواجز أمواج و17 كيلومتر شبكة سكك حديدية و17 كيلومتر طرق. وتتضمن خطة تطوير الموانئ التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل والتنفيذ لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي.
برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ومن تفاصيل شفناها في التقرير بنرجع مرة أخرى لرؤية تحليلية أكثر قربا مع ضيوفنا الكرام. باشمهندس محمد، شفنا في التقرير ما تحقق في تطوير الموانئ، موانئ البحر الأحمر وموانئ البحر المتوسط، وإنشاء مناطق لوجستية، شبكة سكك حديدية للتخديم على النقل البحري أيضا والتكامل معه، حواجز أمواج، التعاون مع شركات عالمية في الإدارة والتشغيل والتنفيذ. يعني مجمل هذا التقرير يوضح أنه في شغل حصل في قطاع النقل البحري خلال 2023. تعليقك على ما تحقق ومدى اهتمام الدولة بهذا القطاع؟ ما تحقق مجهود ضخم ومحدش يقدر ينكره. لازم نقول الإيجابيات بتاعته إن هو أضاف إلى الدولة أصول كبيرة جدا وأصول بالمليارات. يعني من وقت ما بدأ التطور لحد دلوقتي الأصل اللي كان بعشر قروش بقى بجنيه. يعني الأصول دي تضاعفت. فإحنا كدولة بنحط أصول ثابتة لملكي، هو دي ملكية الدولة في الأول وفي الآخر. بس انا ليا تعليق واحد، ان احنا ما يعني من خلال كل البرامج لم يشر الى التدريب ولا الى التاهيل بتاع العاملين في الكلام ده. انا ممكن يبقى عندي قطر سكه حديد نظيف وجميل جدا اول ما استلمه، وبعدين عشان ما بعملوش صيانه يعطل مني بعد شهر. نفس الحكاية في المينا، المينا متعددة الجوانب، معدات كتيرة، لابد ان يكون في صيانة، يكون في برنامج صيانة دورية وبرنامج. وعشان نعمل الكلام ده هوت لابد يكون في تدريب للقائمين على المينا بالنسبة للجزء الفني. الجزء الإداري نفس الحكاية. طب ما هو حتى لو تم الإسناد الإدارة والتشغيل والتنفيذ لشركات عالمية، طب يعني واحنا مش قصر يعني. هل تقصد نقل الخبره للعاملين المصريين في المينا نفسها؟ انا هدي لحضرتك مثال. احنا عندنا الاكاديميه العربيه للنقل البحري، في الكام سنه الاخرانيه انتقلت نقله طفره جباره، وعملت اصبحت لها فروع في كل حته، واصبح لها برامج بتدرس في مؤتمر دولي الحقيقه سنوي كمان، ومؤتمر الدولي السنوي. كل الكلام ده هوت، احنا ليه ما بنستفدش من الاكاديميه؟ ليه يعني ال 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 الحاجه عندنا يعني الاكل تحت مناخيري، ومد ايدي ادور على الاكل بره ليه؟ وانا هيبقى اوفر لنا بنبعت بعثات او نجيب خبراء من بره. ده الاكاديميه بالطبع هيئه مصريه هتبقى ارخص. العلم كله في الاكاديميه، اي نعم برضه هنرجع نقول اكاديميك يعني دراسات نظريه، بس اللي هيدرس نظري ويشوف الدنيا نظريه في الاكاديميه ويجي يحتك بعد كده بالتشغيل وبالترتيب ايا كان موقعه، هيعرف على الاقل هو شايف ايه. لا ده احنا درسنا الدكتور فلان درس لي الحته ديت ان الصيانه في المعده دي لازم تبقى كذا. يعني عارف حضرتك هيبتدي هو يتدرب، هتاخد مننا شوية وقت، ولكن أنا الحقيقة نجيب أحدث أنظمة موجودة، نجيب أحدث برامج موجودة. وأخيرا الأكاديمية أخدت أكريديتيشن يعني نظيرة لهيئة أمريكانية كبيرة جدا، هي مش فاكر الاسم مش بيصدرني، وكان حفل تكريم كبير لرئيسة عميدة الكلية، هي حضرتك سيدة فاضلة الحقيقة. مجتهدة جدا. دي العينات، دي النماذج اللي موجودة في الأكاديمية العربية للنقل البحري. طب يا جماعة نستغلهم. سخروا، مش هيستغلوا عشان خاطر مصر، لا هيسخروا. وتأكد ان كلهم، وانا بتكلم بالنيابة عنهم وبكل قلب جامد، اي واحد فيهم تقوله تعالى اخدم بلدك هيبوس الارض مش هيتأخر بلدك. طبعا بالضبط كده، صحيح. طيب دكتور خالد، اسمع وجهة نظرك من خلال ما تابعناه في التقرير، ما تم خلال 2023 في قطاع النقل البحري، مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع وما يمثله في الاقتصاد القومي أيضا؟ هو الحقيقة التقرير زي ما هو واضح يعني سلط الضوء على الإنجازات اللي حصلت، سواء كانت في بنية تحتية، سواء كنا بنتكلم على أرصفة فيها بنية تحتية، أو زيادة ساحات أو مساحات تخزينية، أو حتى ربط بالنقل الداخلي سواء كان سككي أو سواء كان نقل بري. وكمان يعني سلط الضوء على معدات تداول بضائع اللي هي بتبقى أكبر نقطة اهتمام كبيرة جدا لأي حد صاحب بضاعة أو خط ملاحي، اللي هي مدة بقاء البضائع في الميناء، لأن هو ده التحدي الكبير على فكرة، واللي بيميز مين عن آخر وسوق عن آخر ودولة عن أخرى.
وكمان يمكن سلط الضوء على التكنولوجيا والآليات الحديثة اللي يمكن مستحدثة على مستوى العالم. شايفين الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها اللي واخدة يعني اكتساح في كل المجالات وليست في النقل البحري، لكن طبعا لها تطبيقات كثيرة في النقل بصفة عامة والنقل البحري بصفة خاص. فده يمكن يعني في خلاصة التسليط على التقرير أو تعليق على التقرير. طيب لما بنتكلم باشمهندس محمد عن المردود الاقتصادي لمثل هذه المشروعات، أهميتها في توفير عملة أجنبية للبلاد، وطبعا هنا هيدخل بقى الجانب الاستثماري اللي حضرتك اتكلمت عنه في الأول وقلت فيه تحديات محتاجين إن احنا نواجهها من خلال التنسيق أكتر بين الهيئات المختلفة. تمام، هو الهيئات يعني زي ما بقول لحضرتك بيبقى افضل بكتير لما نبقى واجهه واحده. صحيح، وكل قوانيننا موحده وتعريفاتنا موحده، دي بتشجع اي اونر او اي مالك سكن هيجي وعايز يشتغل في مصر بصفه منتظمه يقول لا انا ممكن اجي مصر، انا فعلا رايح وعارف انا قدامي ايه. دلوقتي هو جاي المجهول، يعني مش عارف هيتعامل مع انهي مينا والمينا دي شروطها ايه والكلام ده كله زي ما قلنا. رغم ان كان في مؤتمر لرئيس الوزراء لبحث مشاكل المستثمرين واتقال انه هيتم بحث هذه المشاكل، ومن ضمنها تعدد الجهات المختلفه اللي بيقابلها المستثمر، هيتم توحيد هذه الجهات بحيث يعني نيسر على المستثمر. لا، توحيد الجهات اللي بيتعامل بها المستثمر شيء، والمواني نفسها شيء تاني. تمام، يعني زي ما قلت لحضرتك في ثلاث جهات، كل جهة مستحوذة على مجموعة من المواني. وبعدين بره الكلام ده هو باين ان هو في منافسة بينهم. لا، احنا اللي عايزين نوصل له ان يكون جهة واحدة، كيان واحد، كيان واحد هو وانا هدي لحضرتك مثال صغير. ان ترسانة اسكندرية البحرية، يمكن ده برضو هي لها علاقة ولكن مش مباشرة. ترسانة اسكندرية كانت المأساة الكبرى في الاقتصاد المصري لسنين وسنين، كانت بتخسر بال 800 مليون جنيه في السنه، وكانت بؤره الفساد، وهي كان اللي اندلعت منها شراره المظاهرات والشغب سنه 77 وحرقوا جزء من اسكندريه عمال بتوعها. طيب الترسانه ده هي اتفضلت على هذا المستوى لسنين طويله، فجاه انتقلت ملكيتها وادارتها الى القوات المسلحه. أنا بقول لحضرتك بخبرتي كمهندس بحري واشتغلت في ترسانات كتيرة في الخارج، ترسانة اسكندرية بعد التطوير ده هوت لا تقل إن لم تكون أحسن من ترسانات كتيرة جدا في أوروبا. يعني إحنا عندنا الإمكانيات ونعرف نعمل، ويمكن كانت القوات المسلحة كان أسلم حل إن هو يستحوذ على ترسانة اسكندرية، علشان هي بقى إيه، لا القوات المسلحة ما تعرفش غير تعليمات وتتنفذ، ولو ما تنفذتش فيها بقى جيزة وجيزة قاسي. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا عايزين نعمل كده في المواني لفترة محددة، ولكن بطريقة مدنية، غير يعني يبقى عندنا الفكر العسكري في إن إحنا الإدارة تبقى حازمة جدا، وما فيش بقى لا معلش النهاردة أنا مش جاي، لا أصلا النهاردة اتأخرت في المواصلات. الكلام الفارغ ده كله بيأذي كتير قوي، بيأذي ناس كتير قوي. لكن لا، لو في ديسيبلين وفي انضباط، الانضباط ده مهم جدا، ده مطلوب. لو الانضباط ده موجود مدني على راسنا من فوق وخير وبركه، يا ريت. نعم، يبقى اذا كانش موجود مدني يبقى لابد من الانضباط ده يكون موجود عسكريا ولو لفتره مؤقته، لان غير صحي ان يبقى منظرنا قدام يقول لك ايه الله ده الجيش بيحكم كل حاجه، الكلام ده مش صحيح. لكن اللي عايز اوصل له ان لابد يكون في انضباط، والانضباط ده بيتحقق من ناس اصلا متربيه على الانضباط، وهم بيمدوا من الانضباط ده للناس اللي هي نص نص. ده اللي انا عايز اوصل له. فكر الاداره نفسه يبقى موجود بالشكل اللي هو بيلزم العاملين باتباع ضوابط معينه، سياسه الثواب والعقاب وغيره. هو شوف حضرتك، الاداره في حد ذاتها، الاداره التجاريه شيء، وممكن الاداره التجاريه ممكن يكون تبقى ايه لوس سايبه قوي. نعم. لكن لما بيبقى فيه انضباط مع الاداره التجاريه حضرتك بتوصل للقمه، وده اللي احنا عايزين نوصل له. صحيح. وده يمكن اللي خلاني ادي حضرتك مثال ترسانة اسكندرية اللي كانت مركز البوظان في المنطقة في سنين. نعم. طويلة، ودلوقتي اصبحت ايه. نعم نعم. طيب دكتور خالد، اسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بتجارب الدول الاخرى اللي عندها
موانئ وطورتها ونجحت وبقى ليها مردود اقتصادي كبير. احنا عندنا يعني سواحل كثيره جدا على بحرين، سواحل ممتده، ازاي ممكن نستفيد من هذه التجارب؟ في تجارب كتير ناجحة، سواء كنا بنتكلم على أفريقيا أو على المستوى الإقليمي حتى في الدول العربية أو حتى على المستوى الدولي. وبغض النظر عن مساحة الميناء أو عدد المواني في الدولة، في قصص نجاح كتيرة جدا. أولها بتعتمد على الانتجريشن، التكامل، التكامل داخل الميناء نفسه. الميناء دايما بنبص عليه كمؤسسة وكمنظمة وكوحدة فيها أكتر من محطة وفيها أكتر من مشغل وفيها عدد كبير من العاملين، وكمان هو يعتبر أحد أصعب أشكال المنظمات اللي موجودة، لأن الحقيقة هو جاي من الاتجاهين، سواء كان من السي سايد اللي هو اتجاه البحر أو اللاند سايد اللي هو الاتجاه البري، وبالتالي العملية فيه عملية مدخلات ومخرجات من أكثر من اتجاه، وبالتالي بيعتمد كقصة نجاح وكتجارب دولية رقم واحد على التكامل الداخلي، تكامل في الإجراءات، تكامل مستندي، تكامل حتى في العروض وفي اللجان. ودي ليها أكتر من آلية، أبسطها هي آلية السيستم أو التكنولوجيا، المعلومات اللي ممكن تستخدم لوجود التكامل. لو المستوى الأولاني ده موجود، تلاقي كل قصص النجاح بتروح للمستوى الثاني وهو التكامل الخارجي. التكامل الخارجي ما بين الميناء وبين الخط الملاحي، ما بين الميناء وبين المصدر والمستورد، تلاقي في قصص نجاح كثيرة جدا. المصدر أو المستورد يقدر يعرف الأماكن الفاضية من المساحات التخزينية، ممكن يحجز المساحة التخزينية، ممكن يخلص إجراءاته قبل البضاعة ما توصل، سواء كانت رايحة صادر أو وارد أو حتى تجارة الترانزيت، حتى لو تجارة سياحة أو الركاب أو سياحة اليهود، في كل أشكال وأنواع البضائع. فده المستوى الثاني من التكامل. الحقيقة بيجي مستوى ثالث، وده مستوى على المستوى الإقليمي شوية أو الدولي، بنسميه تكامل القدرات ما بين المواني. تلاقي في مواني فيها تكامل بينها وبين بعضها لخدمة قارة أو لخدمة إقليم، زي تلاقي مثلا ميناء هامبورغ مع روتردام مع أنتروب ما بين هولندا وألمانيا وبلجيكا، بيخدم ما يقرب من حوالي بتوصل ل 60% من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبي. ففي تكامل كمان، تكامل بنسميه تكامل القدرات، وهو التكامل ما بين المواني المختلفة مع بعضها البعض. في مستوى طبعا أخير، لكن طبعا ده بيعتمد بشكل كبير جدا على ما يسمى البارتنرشيب، اللي هي التوأمة ما بين المواني. وهنا بتطلع الميناء من مصطلح ميناء هب محوري إلى ميناء بنسميه جيت واي اللي هو البوابة، إلى ميناء أكبر بكتير بنسميه ريجنال جيت واي أو ريجنال هب. وبالتالي في أشكال كتيرة من قصص نجاح موجودة زي ما قلت في أفريقيا، في الدول العربية وعلى مستوى العالم، في موانئ عربية على فكرة متبوئة مرتبة عالية جدا، ده كان واضح في أكثر من مؤشر دولي منهم مؤشر أداء اللوجستيات اللي نزل في 2023 في إصداره الأخير. تمام. طيب احنا معنا مداخلة من الأستاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي بالأهرام. بنمسي على حضرتك أستاذ هاني. اهلا بيك واهلا بالسلامة. اهلا بحضرتك معنا في وجه الصحافة. يعني بالتأكيد حضرتك كاتب صحفي رصدت كثير مما تحقق في عام 2023 في قطاع النقل البحري المصري، أهم هذه المحطات اللي رصدتها إيه؟ أهم محطة طبعا هي محطة تحيا مصر لتداول البضائع والحاويات في ميناء اسكندرية. هي هذه المحطة تحديدا بتمثل نقلة كبيرة لميناء الاسكندرية. ليه نقلة كبيرة؟ لأن ميناء اسكندرية بيعتبر هو الميناء الرئيسي ل التجارة المصرية، سواء استرادا أو تصديرا، بيمثل حوالي 65% من حجم التجارة المصرية ميناء اسكندرية. وكانت مشكلة ميناء اسكندرية أن هو لا يستقبل المراكب والسفن ذات الحمولات الكبيرة، اللي هي خاصة بتشيل حاويات من 20 إلى 24 ألف حاوية. كانت دي مشكلة كبيرة، لأن كانت الغاطس أو المحطات أو الأرصفة الموجودة في ميناء اسكندرية لا تستقبل مثل هذه السفن. مع افتتاح هذه المحطة أصبح متاح لميناء الإسكندرية إن هو يستقبل سفن العملاقة. ويمكن في الجديد أيضا في هذه المحطة إن هو بيتولى تشغيلها واحد من الشركات الكبيرة في العالم ولديها خط ملاحي، وهي شركة فرنسية، شركة تي إم إي. وبالتالي
انت هنا المحطة او الميناء بتحطه على خريطة دولية في مجال تداول البضاعة وتداول الحاويات، ان انت هنا بتستقطب خبرات دولية، وهنا الحقيقة دي نقلة مهمة جدا في مجال النقل البحري. يمكن النقل البحري يمكن أهمية ان انت تجيب خبرات دولية ليه، لان النقل البحري هو صناعة دولية مش محلية، يعني اللي موجود في ميناء اسكندرية زي اللي مفروض يكون زي الموجود في اي ميناء اوروبي او امريكي او في الصين او في الكلام ده، وبالتالي لازم هنا الخبرات، لان الموانئ بتدخل في منافسة شرسة، موانئ شرق المتوسط طبعا ومن ضمنها ميناء اسكندرية بتدخل في منافسة شرسة. اذا المنافسة هنا بقى في زي ما كان الدكتور خالد السقطي بيتكلم على الاداء اللوجستي، سرعه انهاء الاجراءات، لان المركب تكلفتها، المراكب الكبيره دي تكلفه حتى لو هي واقفه تكلفتها في اليوم ما بتقلش عن $50,000 نتيجه انها بتبقى جايه من رحله عوده محدد انها تخش ميناء جده في يوم ايه، هتخش ميناء السخنه يوم ايه، ميناء اسكندريه يوم ايه، لان هي في كل ميناء بتنزل مجموعة من الحاويات. الحقيقة برضو يمكن من الأرقام اللي لازم نتوقف أمامها في 23 هو الترانزيت في شرق بورسعيد. ترانزيت تقريبا يعني اقترب من حافة 4 ملايين حاوية في شرق بورسعيد، ودي برضو يعني إشارة مهمة جدا خلت ميناء بورسعيد يكون واحد من الأكبر 10 مواني في البحر المتوسط. نعم. ولأن تجارة الترانزيت يمكن الدولة بتسعى انها تحول مصر الى مركز اقليمي للتجارة العالمية، وفي القلب منها تجارة ترانزيت الحاويات، لان الترانزيت ممكن يعمل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي. صحيح. ويمكن مصر بتتمتع بقدرات وامكانيات، يعني انا دايما اقول ان الموقع المصري هو جوهرة جغرافية مش متاحة يمكن لكثير من الدول، فيجب ان احنا نعظم العائد من هذا الموقع العبقري، وده اللي الدوله بتعمله دلوقتي، لان انت عندما يعني تاتي لك السفن في السفن الكبيره اللي هي بتشيل 20,000 حاويه بتفضي حملتها وبتفرغ حملتها مثلا في ميناء محوري زي شرق بورسعيد، وبتيجي بقى مراكب صغيره تاخد من شرق بورسعيد تودي في موانئ البحر المتوسط. هذه الحركات اللي هي غير مرئيه للمشاهدين والمواطنين، هذه الحركات كلها بتتم او بتحقق عائد بالدولار. يعني انا لما المركب بتخش الميناء بتدفع رسوم بالدولار، لما عمليه التفريخ بتتم بالدولار، لما التخزين نفسه في ساحه الميناء بيكون بالدولار، لما تيجي المراكب الصغيره تحمل او تشحن هذه الحاويات او البضائع اللي لوجهه اخرى، كل ده بالدولار. السفن دي بتبقى محتاجه اكل وشرب ومواد بتاعتي وصيانه ووقود، كل ده ايضا بالدولار. فكل ما تكون حركه البواخر والسفن على الموانئ المصريه كثيفه، ده بيحقق عائد اكثر للاقتصاد القومي. نعم نعم. طيب التحديات المفترض انه نواجهها، او بمعنى اخر الصعوبات او المشاكل الموجوده، بما اننا اتكلمنا عن الايجابيات او ما تم انجازه، بتاكيد هناك تحديات كثيره في هذا القطاع، اهمها ايه من وجهه نظرك؟ انا رايي يعني اكبر تحدي هو الاداره، لان طبعا صناعه النقل البحري بتعتمد في المقام الاول على العنصر البشري. لازم العنصر البشري هو ده حجر الزاويه في تقديم الخدمه، يعني اللي بيقابل المركب في الميناء لازم يكون محترف ويكون مؤهل على نفس المستوى العالمي زي ما قلنا. فهي لازم الإدارة اللي بتدير المواني أو بتدير منظومة الملاحة أو اللوجيستيك في مصر تكون صورة كربونية من أي إدارة على مستوى العالم. هو ده الحقيقة التحدي، عندما نصل إلى أن يكون عندي كوادر إدارية ولوجستية بمفهوم ومواصفات عالمية، أعتقد مصر هتقفز قفزة كبيرة جدا في هذا المجال. ويمكن ده يمكن توجه الدولة هنا ليه مغزى مهم جدا، وهو أنت بتستقطب
الخبرات الدولية. يعني في مينا دمياط محطة الآن بيتم تنفيذها برضو على مستوى محطة تحيا مصر في مينا اسكندرية، في تحالف دولي من عدة خطوط ومشغلين دوليين هيتم تشغيل هذه المحطة، وهو ده الهدف. هو هنا انت ما بتجيب مشغل دولي او ادارة دولية، بتبدأ بقى تكون كوادر محلية بهذه المواصفات، وهذه الحياة تحدي. عندما مصر يكون عندها العناصر البشرية والإدارية والكوادر اللي بتعمل في مجال الملاحة والنقل ده بمواصفات دولية، أعتقد مصر هتحقق قفزة كبيرة في مجال الخدمات الملاحية والنقل البحري، وتحقق الهدف فعلا أن نكون البلاد مركز لوجستي عالمي لخدمة التجارة الدولية. نعم، يعني في الحقيقة نقطة الإدارة أو العنصر البشري بيتفق معاك فيها المهندس محمد شيرين نجار، استشاري الدولي في النقل البحري، وهو ضيفنا في الحلقة النهاردة. ومعنا أيضا الدكتور خالد ساقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. لو في أي تعليق لحضراتكم على كلام الأستاذ هاني ممكن نتفضل. طبعا الأستاذ هاني يمكن سلط الضوء بشكل كبير جدا على أهمية النقل البحري وأهمية ما أنجزته الدولة المصرية الحقيقة في النقل البحري، ويمكن من ضمن النقاط الهامة اللي اتكلم عليها وهو العنصر البشري. والحقيقة احنا يمكن بأكد مرة تانية ان عندنا كيان وبيت خبرة عربي موجود على أرض مصر منذ أكثر من 50 عاما، بيؤهل الكوادر المتخصصة في كافة المجالات في النقل البحري، سواء كانت الهندسة البحرية أو الملاحة أو حتى في الخدمات اللوجستية والنقل الدولي. وبالتالي يمكن اتفق مع أستاذ هاني ومع مهندس شيرين على استغلال هذه الكوادر المؤهلة والشباب الجميل المؤهل علميا، لأن لا يوجد تطور لأي دولة في العالم بدون العلم والاعتماد على العلم والمعرفة، وبالتالي هي القاطرة للدول في التطور والنمو. تمام. طيب بس مهندس محمد، لك أي تعليق أو تعقيب؟ لا، هو يعني أنا بتفق مع الدكتور خالد طبعا، لأن الأساس في كل شيء هو العنصر البشري. يعني زي ما هو معروف في البحرية الإنجليزية بيقول المركب طقم. يعني إيه؟ يعني مركب حلوة يبقى الطقم كويس، المركب وحشة ومهملة يبقى الطقم وحش. فهو الأساس في كل حاجة. A ship is only as good as the hands on board. ده المفهوم. نعم. فده مش مجرد مركب، لا، هو أي حاجة، شركة، مؤسسة، مصنع، دي 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 ده تعليق عام. ولكن طبعا في النقل البحري بالذات، لأنه قطاع متخصص، محتاج ان هو يبقى البرامج الحديثة والبرامج المتطورة اللي موجودة في الخارج احنا نجيبها هنا، وولادنا يتعلموها، وموظفينا يشتغلوا عليها، وإدارتنا وإداراتنا كلها تتعلم ازاي تتعامل بيها، بحيث ان احنا لما يجي يقول لا انا مش بعامل واحد اجنبي ولا انا بعامل مصري، مش عايز يتقال علينا في يوم من الايام المينا دهيت لو الاكسباتريس سابوها ومش يوم هتخرب. لا، مصر مش هتخرب ابدا. صحيح. طيب انا بشكر الاستاذ هاني عماره الكاتب الصحفي بالاهرام، شكرا جزيلا لمداخلتك معانا، وهنروح لفاصل معلوماتي وبعده نرجع نكمل حوارنا.
برحب بحضراتكم مرة تانية، برجع مرة أخرى لضيوفي الكرام، وخلونا نتكلم عن ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة، والدولة شغالة في قطاع الطرق بالتكامل مع الموانئ البحرية وغيره. يعني أهمية ده إيه لجعل مصر مركز إقليمي للنقل اللوجستي؟ في منتهى الأهمية، وأهمية أولى وقصوى ومطلقة. نعم. ليه؟ لأن نرجع تاني ونقول كل كيلو متر وكل متر زيادة حضرتك بتحرك فيه بضاعة من مكان لمكان دي تكلفة، وإحنا في سوق دولي في سوق عالمي. صحيح. لو أنا مثلا النهاردة هقول هنصدر من المثلث الذهبي فوسفات، فرضنا في المثلث الذهبي عندنا مجموعة من المواني وهي القصير وسفاجة والحمروين. لما اجي اقول لا والله يا جماعة انا حنقل البضاعة دهيت هفرغها من السخنة هصدرها من السخنة، ابقى انا غلطان لان في مواني متخصصة للكلام ده. طيب ده الربط اللوجيستي بين الانتاج، مناطق الانتاج ومناطق التصدير. وطبعا كل ما قلت تكلفتي انا في مصر، كل ما بعت المنتج بتاعي بسعر كويس كل ما زاد ربحي. صحيح. فدي دي دي منطقه، دي حاجه مهمه جدا. ده يرجعنا تاني لتفكير الماستر بلان، الخطه القوميه للنقل والمواني بصفه عامه. لابد من خطه قوميه متكامله بحيث ان ابقى انا المكان اقرب مكان للانتاج هو مكان التصدير، اقرب مكان للانتاج الداخلي هو مكان استيراد الكومبوننتس او مقاومات الانتاج. ده مهم جدا. نعم. ده مهم جدا. صحيح. احنا ما ينفعش ان احنا يبقى يعني مشحطرين كده هو. وده يتطلب ربط المواني بالطرق بالسكه الحديد بالمواني الجافه بالمناطق الصناعيه. يعني لازم يكون دي كلها منظومه صح، زي ما بيقولوا سيمفونيه كامله. لو حضرتك القانون بيعزف تون والعود بيعزف تون هيطلع نشاز. صحيح. لو كلهم بيطلع بيعزفوا سيمفونيه واحده هتطلع مزيكا جميله هتحب تسمعها. طبعا. نفس الشيء بالنسبه للشغل التنسيقي ده كله، وده لا يتم الا من خلال دراسه، ودراسه متانيه، دراسه ما تشوف الماستر بلان بتاع مصر يبقى شكله ايه. ودي الدراسه دي لازم تاخد في اعتبارها القوانين واللوائح والتعريفات والمواني المحيطه كمان. صحيح. صحيح. عشان ما نجيش نعمل دراسه فاكرين ان احنا عاملين حاجه صح وتيجي مينا جنبنا تنافسنا تقوم توقف الشغل كله. مصر فيها مقومات ان هي تبقى اكبر مركز بحري في العالم. وانا يعني بقول لحضرتك عن يقين وعن خبره ان في مؤتمر ضخم هيتعمل بعد رمضان ان شاء الله، والمؤتمر ده هو اساسه ان مصر اكبر مركز بحري في العالم. ده في الاكاديميه؟ لا مش في الاكاديميه، ده هتعمله غرفه الملاحه الدوليه في مصر بالشراكه مع مجموعه من الهيئات المتخصصه. قد يكون الاكاديميه موجوده فيها، لا دي حاجه بينهم وبين بعض. تمام. طيب اسمع وجهه نظر دكتور خالد ايضا في هذا التكامل. حضرتك اتكلمت قبل كده عن الانتجريشن، ونضيف عليه بقى كمان الربط ما بين الموانئ الجافه والموانئ البحريه وانشاء مناطق لوجستيه. بص حضرتك، هو مفهوم الميناء الجاف هو في الأساس ظهر لتخفيف الازدحام وتقليل وقت بقاء البضائع داخل الميناء البحري. نعم. وبالتالي مصر وضعت خطة منذ فترة زمنية لعدد من المواني الجافة لتقدر إن هي تعزز حركة البضائع من وإلى المواني البحرية. يمكن شهدنا افتتاح ميناء 6 اكتوبر الجاف، حاليا جاري العمل في ميناء العاشر من رمضان، وهناك باقي من المواني الجافة اللي موجودة. الحال المواني الجافة مع المواني البحرية من خلال شبكات نقل سواء كانت بري أو سككي أو نهري أو بمختلف أنماط ووسائل النقل المختلفة اللي موجودة دي، الحقيقة بتخلق ما يسمى بالمراكز أو المناطق اللوجستية. نعم. اللي هي بالقرب من صناعات تقدر إن هي تعزز حركة الواردات سواء مواد خام أو التصدير سواء للداخل أو للخارج.
لان في تجاره داخليه على فكره ولها وزاره طبعا لوزاره التموين والتجاره الداخليه او حتى التجاره الخارجيه، وبالتالي تقدر ان انت تقيم انشطه لوجستيه في هذه المناطق اللوجستيه اللي بتخدمها مجموعه من المواني البحريه والمواني الجافه اللي تعتبر الباك بون الظهير القوي والعمود الفقري للمواني البحريه. الحقيقه دي بتطلع، يمكن اكمل على زميل مهندس شيرين، ان دي ممكن تكون خريطة استثمارية كمان لمصر على فكرة، يتم التسويق إليها، هي فرص استثمارية موجودة، هي حوافز استثمارية موجودة من وجود خدمات لوجستية، هي أقل في التكلفة، هي وجود إتاحية سواء للحركة صادر أو وارد داخل أو خارج الدولة، وبالتالي تطلع بخريطة استثمارية موجودة متكاملة لكافة الصناعات تكون معلنة ولها المناطق بتاعتها، سواء كانت من مناطق مساحات على الأرض أو من مرافق موجودة أو بمدى قربها. يعني منشوف المناطق الاستثمارية على مستوى العالم أحد أهم المؤشرات يقولك هي قربها قد إيه من المطار أو الميناء أو من المنفذ البري، وما هي وسائل النقل بتكاليف كمان استيميتد، يعني تكون توقعية وفقا طبعا متوسطة وفقا لنوعية وحجم البضائع، لأن نتكلم بصفة عامة على صناعات مختلفة. يمكن في سؤال بيطرح نفسه بسبب ما يحدث في البحر الأحمر، وده طبعا أحد أهم التحديات اللي بيواجهها قطاع النقل البحري مش في مصر بس في العالم كله. تعليقكم إيه من خلال متابعتكم لما يحدث من توتر في البحر الأحمر وما إمكانية مواجهته؟ والله الإعلان اللي قالوه جماعة بتوع الحوثي إن هم هيستهدفوا المراكب الإسرائيلية بس أو ما لها مصالح إسرائيلي، وهم لحد دلوقتي استهدفوا فعلا مراكب لها علاقة بإسرائيل فقط أو لها علاقة بناس إسرائيليين، تأثيره سلبي للأسف على ناس كتير، لأن طبعا ممكن أنا أكون شايل بضاعة خطرة جدا ويجي يضربوني بالغلط، زي في مركب اسمه سوان أتلانتيك ده ماشي في أمان الله، جات عليه شظية بالغلط ولا عارف، ده كان شايل إيثانول يعني شايل سبرتو، فطبعا كانت مشكلة كبيرة. لا التأثير سلبي طبعا، ولابد أنه يتوقف بأسرع وقت ممكن، ولابد أن كل الجهود العالمية أنها تقف، لأن خلي بال حضرتك احنا ما بنتكلمش على البحر الأحمر تأثيره على السويس فقط أو الاقتصاد المصري، لا ده احنا بنتكلم على اقتصاد عالمي. صحيح. يعني لما تيجي حضرتك تبص على الوقت الحالي اللي احنا فيه، اللي حاصل حاليا ان الانتربشن اللي حصل دهوت التعطيل دهوت تسبب في خسائر فادحه للمصانع في اوروبا. ليه؟ لان مصانع اوروبا كلها بتشتغل على حاجه اسمها جاست ان تايم. يعني ايه جاست ان تايم؟ يعني في الوقت المحدد المركب بتوصل، الكونتينر بيتفرغ من عليها بيروح على خط الانتاج على طول. نعم. مفيش تخزين لمواد خام وخلاص، لان التخزين المواد الخام دوت او تخزين المقاومات الانتاج دي كلها بيعتبر راس مال راكد، فده بيتفادوه. النهارده المراكب اللي اتاخرت دي كلها وهتلف هتقول لها 17 يوم زياده على ما توصل الوجهه بتاعتها، وقفت الانتاج 17 يوم دولت. حضرتك تخيل، انا ما بتكلمش على مصنع، انا بتكلم على دول. صحيح. فدي مشكلة كبيرة جدا لابد من تداركها. أما تفاصيل بقى كم مركب والاستاتيستيكس والأرقام والكلام ده هوت، أنا هترك زميلي الدكتور خالد. اتفضل اتفضل يا دكتور. الحقيقة التوترات اللي حاصلة في البحر الأحمر مأثرة بشكل كبير جدا زي ما تفضل زميلي مهندس شيرين، ليس على مصر ولكن على مستوى العالم كله. الحقيقة عدد الشركات اللي إعادة توجيه السفن بتاعتها لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح يمكن توصلت إلى 18 وقربت من 20 شركة، هي الحقيقة مسؤولة عن ما يقرب من 86% من إجمالي حجم المنقول في البحر الأحمر، وبالتالي دي أثرت بشكل كبير جدا على حركة البضائع، ليس فقط اللي بتعبر قناة السويس. يمكن شفنا إعلان رئيس الهيئة إن حصل دروب في الإيرادات بنسبة 40%، لكن الحقيقة أثرت بشكل كبير جدا كمان على مواني جنوب أوروبا. عندنا يمكن لسه امبارح إعلان من أحد المواني بيريوس مثلا، كان بيعتمد بشكل كبير جدا على البضائع اللي جاية من خلال قناة السويس، وبالتالي له مواني جافة تأثرت، وبالتالي كمان شبكة النقل الداخلية اللي بتوزع لأوروبا وللمصانع تأثرت بشكل كبير جدا. فهو الحقيقة عامل تأثير
على مستوى مواني وعلى مستوى شركات وعلى مستوى صحيح. دول على مستوى العالم. الحقيقة البحر الأحمر كمان واحد من 11 طريق موجودين على خارطة النقل البحري على الكرة الأرضية في نقل البضائع وخاصة الحاويات. الحقيقة بصينا على مؤشر اسمه الجلوبال كونتينر فريت اندكس اللي هو مؤشر نوالين الشحن للحاويات، ارتفعت بشكل كبير جدا منذ مرور السفن من رأس الرجاء الصالح، لأن طبعا المسافة أطول، عندك بتوصل بزيادة من 3000 ل 3500 ميل بحري إضافة، وبالتالي أنت بتتكلم من 5 إلى 15 يوم إضافة على الرحلة البحرية، وبالتالي حصل زيادة في الديماند الطلب على الوقود وزيادة أسعار الوقود، هناك زيادة في المرتبات كمان للكرو وزيادة في تغيير طاقم السفن، هناك زيادة في إهلاك السفن. مؤشر نوالين الشحن زاد من شمال أسيا إلى أوروبا ما يقرب من 6000 دولار الحاوية الأربعين أدم، هي بتحسب دائما بالأربعين أدم، من شمال أسيا إلى شمال إفريقيا وصل إلى 7000 دولار الحاوية الأربعين أدم. هناك قفز كبيرة كلها هتسمع بعد كده في أسعار صحيح. المنتجات والخامات النهائية بشكل كبير. البحر الأحمر على فكرة بينقل لأوروبا ما يقرب من 15% من البضائع العامة، نعم. ما يقرب من 12% من بضائع البترول الخام و 22% من البترول صحيح. المقرر صحيح. وبالتالي له تأثير عالمي طبعاً. كبير جدا على مستوى العالم. طبعا الحقيقة وقتنا انتهى، بشكركم جدا على تشرفكم لينا النهاردة في وجه الصحافة. شكرا مهندس محمد شيرين النجار الاستشاري الدولي في النقل البحري ومستشار غرفة الملاحة الدولية في مصر، وشكرا ليك دكتور خالد أستقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. شكرا جزيلا مشاهدينا، بشكركم على حسن المتابعة لحلقتنا النهاردة، نشوفكم على خير إن شاء الله وحلقة جديدة، إلى اللقاء.